قرية كفرعانة قرية فلسطينية مهجرة، وهي إحدى كبرى قرى الفتوح اليافية القائمة فوق رقعة مستوية من الأرض في السهل الساحلي الأوسط شرقي مدينة يافا، وعلى مسافة 11 كيلومترا عنها، كما ترتفع حوالي 35 مترا عن مستوى سطح البحر. قدرت مساحة أراضيها ب 17,353 دونما. شغلت أبنية ومنازل القرية ما مساحته 90 دونما. كان للقرية موقع جغرافي هام، إذ كانت ترتبط بمدن يافا والرملة واللدي بطريقين معبدين، بالإضافة إلى خط فرعي من سكة الحديد الواصلة بين مدينتي اللدي وطول كرم يمر من القرية. كانت القرية تتوسط مجموعة قرى وبلدات، هي مستعمرة إم لبس شمالا، قرية العباسية من الشرق والشمال الشرقي، مدينة اللدي جنوبا، قرية السافرية من الجنوب الغربي، وقرية ساقية غربا. موقع القرية قديم، وهي بقعة كنعانية قديمة كانت تعرف باسم أونو، والتي تعني القوية بالكنعانية، وفي العهد الروماني عرفت باسم أونا، وقبيل الإسلام حرف الاسم إلى كلمة عانة، وهي كلمة سريانية تعني بالعربية الغنم أو الضأن، وباتت تعرف باسم قرية كفرعانة أي بلد الغنم والضأن. قدر عدد سكان القرية عام 48 ب 3248 نسمة. كان في القرية مجموعة من المعالم الحضرية والعمرانية، أبرزها مدرستان ابتدائيتان، الأولى لتعليم الذكور أسست عام 1920، والأخرى للإناث تأسست عام 45. وفي القرية أيضا ناد رياضي، ملعب لكرة القدم، طحونة قمح واحدة، خمس مقاه، بالإضافة إلى عدة مقامات مثل مقام جنوب المقبرة، مقام الشيخة فاطمة، مقام سيدنا سام بن نوح عليه السلام وغيرها. كما يوجد في القرية مسجد واحد. اعتمد اقتصاد القرية على عائدات النشاط الزراعي، وتنوعت محاصيل القرية من خضار وفاكهة وحبوب وحمضيات، بالإضافة إلى عائدات تربية الماشية، كما عمل بعض الشبان في مهن وحرف متنوعة في مدينتي يافا والرملة. سطرت كفرعانة تضحيات وجوانب نضالية بارزة في توليها أدوار ريادية مهمة متقدمة، صفوف المقاومة والكفاح المسلح في أحداث ثورات الشعب الفلسطيني المتعاقبة ضد الاحتلال الصهيوني، وعلى وجه الخصوص في ثورة فلسطين الكبرى عام 36. فلم تسلم بيوت البلدة من التهديد والوعيد بنسفها، ناهيك عن تطويق القرية ما بين الفينة والأخرى، وتجميع الأهالي بالساعات الطوال في ساحات القرية والعبث بممتلكاتهم وإتلافها، بالإضافة إلى الاعتقالات التي طالت العشرات من أبناء القرية ليزج بهم في السجون لسنوات، وارتقى عدد من أبنائها شهداء. وعلى صعيد اللواء الجنوبي، فقد جسدت كفرعانة بوقفاتها دورا كبيرا في تاريخ نهضة يافا، فكانت من القرى اليافية التي ساهمت في تبرعاتها المالية لصالح بناء مستشفى الولادة في يافا، وكذلك من أوائل القرى التي ساهمت في توسعة مدرستها الأميرية على نفقة الأهالي. وأما على الصعيد الوطني، فقد كانت كفرعانة في طليعة القرى التي أدت واجبها في مناصرة ومؤازرة إنشاء المصارف العربية، بنك الأمة العربية والبنك الزراعي العربي، في ظل انتشار المصارف الأجنبية التي كانت تهدف إلى خدمة المشروع الصهيوني. كفرعانة واحدة من مجموعة القرى الواقعة شرقي يافا، والتي احتلت في سياق عملية إحميتس التي نفذتها قوات الهاغانا، وكانت الغاية من هذا الهجوم عزل يافا. ومن المرجح أن تكون كفرعانة سقطت يوم سقوط قرية ساقية المجاورة على يد اللواء ألكسندروني يوم 29 من نيسان عام 48. دمر الصهاينة القرية بشكل كامل عقب احتلالها بعدة أشهر، وموقع كفرعانة اليوم لا يوجد فيه أي أثر للمنازل الفلسطينية، فيما تغطي أشجار الزيتون والسروي والكينيا
موقع القرية بالإضافة لبعض المنازل ومنتزه صغير بناه المستوطنون. وقد أقام الصهاينة مستعمرة ييجل على أراضي كفرعانة عام 1950 جنوبية موقع القرية، ومستعمرة نفي إفريم عام 53 في موقع القرية. كما توسعت مستعمرة كفار أونو المبنية على أراضي القرية قبل النكبة، وباتت جزءا من مستعمرة كيريات أونو. كان أهالي كفرعانة من أوائل أبناء القرى الفلسطينية الذين سارعوا في لم شمل العائلات بتأسيسهم جمعية رابطة أهالي كفرعانة في العاصمة الأردنية عمان عام 77 لتغدو جمعية مؤسسية ذات رسالة سامية ورؤية ثاقبة وشريكا مجتمعيا. تناوب على إدارتها منذ انطلاقتها عدد من الهيئات الإدارية،